الفرقة كل شونا في كل مكان، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج خطوة عزيزة. وحشتوني جدا جدا جدا، لكن رجعت لكم من قناة كبيرة وهي قناة المحور، ورجعت لكم كمان ببرنامج أقوى، ببرنامج اللي هيكون إن شاء الله في قناة المحور. لكن خليني أعرفكم بنفسي، أنا عامر طاهر، هكون موجود معاكم كل خميس من الساعة 4 لحد الساعة 5، بس مش هكون لوحدي، هيكون معايا نور. ازيك يا نور؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ نورني. نورني يا عامر، ربنا يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله. شياكه وايه الشياكه دي؟ انا كنت هتكلم عن الشياكه الاول. لا حركات. طب انا بقى همشي على يلا بينا. يا مساء الخير والسعاده على احلى مشاهدين بيتابعونا وبيتابعوا برنامجنا خطوه عزيزه على شاشه قناه المحور. وحشتوني جدا جدا من الاسبوع اللي فات، راجع لكم بفقرات متميزه جدا النهارده. ولكن قبل الفقرات، انا وعامر كده عايزين نشارككم معانا في موضوع معين. اهلا وسهلا يا عامر، كده قول لي بقى، قول لي اللي انت كنت عايز تتكلم معايا فيه. بصي والله انا معايا خبر وقعدت افكر فيه، حتى والله كنت بكلم مع مخرج هشام بشاوي، كنت بقول له خلي بالك انا عملت له مفاجاه. انا خطفته اصل عشان بس نقول مشاهدين ان عامر قبل الهوا عمال انا في موضوع مهم هتكلم فيه، فقول لنا بقى الموضوع. والله حتى كنت بكلم هشام في الخبر ده، بقول له النهارده هناقش نور في خبر غريب. فبيقول لي هو ايه؟ قلت له واحد مشي 450 كيلو. قال لي بسبب ايه؟ واحد مشي ايه؟ معلش بس عشان 450. انا عايز اركز. ايوه في القصه 450. من اولها. انت فاكراني بهرج؟ ده نزل على كل المواقع. 450 كيلو. كيلو تمام، مش 1000 كيلو، كيلو. اه تمام. فلكم ان تتخيلوا حضراتكم ان واحد مشي 450 كيلو، مشي في الطريق كده بالليل وصبح، والشرطه لما وقفته والامنه لما وقفوه، انت ماشي رايح فين؟ ولا انت تايه ولا حاجه؟ تخيلوا السبب ايه. بيقول لهم انا عايز اعرف. والله عايز اقول لا ده لازم انا هقول لك اهو. مراته نكدت عليه فنازل يرفع عن نفسه شويه. يا سلام، انت مش مصدقاني. يا سلام، مراته نكدت عليه. انت مش مصدقاني. 450 كيلو. الراجل تعب منكو. الراجل تعب. لا معلش معلش يا جماعه، يعني الراجل تعب. واحد مشي 450 كيلو عشان زهقان من مراته. طب ازاي؟ النكد. بس انت بجد بجد هقول لك على حاجه. والله انا انت على فكره ممكن ما تكونيش مصدقاني. هو انا مش يعني مصدقاك. بس والله بس مش فيها مبالغه شويه؟ لا والله فعلا نزل على كبرى المواقع. والله الراجل يعني انا عارف ان انت هتقولي لي دلوقتي لو عربيه ممكن تعطل. ده لو عربيه رايحه مرسى مطروح مثلا. الراجل بيعمل ايه صاحب العربيه؟ وهيحط بنزين على البنزين وعزته. بالظبط انا معاكي. بس الخبر فعلا للاسف هو صح. الخبر صح؟ تتخيلوا؟ شفتي بقى انت عملت ايه في الراجل؟ يا سلام، ده الحمد لله ان هو مشي. يعني يا رب يتعلم. لا لا بعد لا لا المشي. انتوا ده انتوا غراب. احنا غراب. وانتوا بتعملوا ايه؟ احنا ملاك. ملاك ماشي على الارض. احنا ملاك. ديزني لاند موجوده في حياتنا. الراجل من كتر ما هو ملاك وقفوه. قالوا انت ايه ده؟ الملاك ده رايح فين؟ ايه الملاك اللي ماشي على الارض ده؟ الملاك ده وقفوه. طبعا طبعا. انت عندك شك في ده؟ انا عندي شك. انا شايفه ان الرجاله بصراحه بتيجي على الستات جامد. الراجل بيقول لك من كتر ما هو ملاك وقفوه. الرجاله بتيجي على الستات جامد قوي. لا 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 لا, 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 لا انت على فكره ملايكه. انت ملاك. ملايكه. انت ملاك. انا ده انا مفيش زيي. انت بتدافع عن الرجاله. ده انا مفيش زيي. لا انا شايفه بصراحه يعني البنت عايشه طول عمرها في بيت اهلها مبسوطه، عايشه مع اصحابها مبسوطه، عايشه في الشغل مبسوطه، في كل حته مبسوطه. تيجي بقى تتجوز يا عيني البوز. عشان بس انتوا بتقولوا ايه؟ ان ايه الستات بتعمل ايه؟ بتبوز. البوز ده بيطلع فين؟ ما انت عندكم بوز اول فعلا. ما بتتجوز ما عندكم البوز ده. لا لا في كل حاجه، في الخطوبه موجود، في الجواز موجود، في الارتباط موجود. ما اعرفش ايه سببه، بس ده معترف إيه. يعني ده زي بالظبط كده، في عربيه زي احنا كده، في كنبه كده قدامي، في ديكور، في ترابيزه قدامي، في ست بتنكد. طب وانت شايف معلش بقى يعني الست بتنكد، شايف ان الحل بقى ايه؟ ان الراجل يبص بره؟ لا ما يبص بره ليه؟ احنا مش بنقول يبص بره. احنا مش ايوه عشان انت بره. انا شايف ان انت عايز ترمي على حاجه ثانيه. لا والله لا قول قول عادي عادي انا معاك عادي. قول لي قول لي مفيش حد غريب ده مش قاعدين. بس قول لي قول لي احنا بص انا مش معترض.
انا مش معترض. انا فكره اني بلاش بوز، اسمعيه ويسمعك. طب تفتكر البوز ده من ايه؟ بعض. بص عامر، لا ده في طبيعتكم، مش احنا اصحاب؟ بجد ده في طبيعتكم والله. انت بتعتبرني ان انا صاحبتك؟ والله. طب قولي البوز ده ايه سببه؟ لا هو ده انتوا كده لوحديكم، لوحدنا كده. من غير اي حاجه، من لا داعي. ايه السبب؟ انا ما اعرفش. الراجل بيرجع من البيت، بيرجع من الشغل معلش، وتلاقيه داخل البيت البوز قد كده اهو، يقول لك ايه ده ايه ده، انت ما عملتيش مش عارف ايه، ما نظفتيش مش عارف ايه، عملت صح ولا لا؟ انا ما عنديش اي مشاكل. صح ولا لا؟ انا ما عنديش اي مشاكل. انت لحد دلوقتي انت مش مصدقه الخبر؟ والله الخبر فعلا صح. هو مبوز ليه؟ بيعمل ايه في حياته عشان يبوظ غير ان هو بيشتغل ويرجع؟ هقول لك انا، الراجل في حاجات كتير قوي بيعمل، اربع حاجات. اربع. يصحى من النوم. ايوه. يروح الشغل، وبعد ما يروح الشغل يرجع عمل مهم. يرجع من الشغل مرتاح، يعني محتاج ان هو يرتاح، لا بيلاقي البوز. طب سيبك من ده، بيخش ينام له شويه. تمام. يصحى. عايز بقى يقعد مع نفسه، ينزل يقعد مع اصحابه. لا مفيش. هو يقعد مع مراته ليه؟ لا مفيش بقى. لا مفيش بقى، لازم تنكد عليه. انت سايبني، انت مش هتخرج، انت مش رايح، انت مش جاي. ما هو كل ده بيضايق. طب هي ما بتعملش حاجه؟ لا هي تغسل. هي مفيش اي مسؤوليه. هي تغسل وتعمل اكل فقط، ما بتشتغلش. هي تغسل وتعمل اكل فقط. تغسل وتعمل الاكل فقط. ليه بقى ان شاء الله؟ وخروجه يوم في الاسبوع. خروجه. طب بتخرج ليه يوم في الاسبوع؟ لا قعدوها في البيت يا جماعه، ما تخرجش. لا لا لا، هي خروجه يوم في الاسبوع حلو. هي ما بتشيلش البيت بقى. لا هو خروجه، ما بتشيلش الاولاد، ما في مذاكره الاولاد، في مدرسه بتجيلهم، في مدرسه بتجيلهم. طبعا. طبعا. هي ما بتعملش حاجه. لا بتعمل. وتعمل ليه؟ مسؤوليه بتشيلها خالص. لا ما فيش. وتشيل لي اصلا؟ وتشيل لي صحيح. لا ما تشيلش. ما احنا عايزين الراجل اللي معاها اللي يشيل. ما تشيل. يعني هي لو عليها مش عايزه تشيل اكيد. انا هصرف واشيل. انا هصرف صحيح. مش معقوله يعني. حرام. حرام عليا بصراحه. بص بقى، هنطلع فاصل كده. هو بني كبني ادم. هنطلع فاصل وهنرجع تاني نتخانق، واحنا هنتخانق برضه. وتفول نكد. وايه؟ اتفول نكد الراجل. اتفول نكد. طبعا. فانطلق بقى. وهي يعني مش متنكده. ومين اللي طلع البوز ده؟ ماشي. مش احنا دلوقتي هنطلع فاصل عشان هنتخانق بقى خناقه كبيره، بس راجعين بعد الفاصل مع الشاعره سفيره البنات المتخانه، سفيره البنات الزعلانه. أميرة البيلي. إن شاء الله بعد الفاصل. مفيش الكلام ده. أنا تمام. أنا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقراتنا، والحمد لله احنا لسه بنتخانق برضو ومكملين خناق. ومعانا ومنورانا الشاعره اميره البيلي. ازيك يا اميره؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله تمام. ايه رايك يا اميره في موضوع الخيانه ده بقى؟ لا ما تبقيش معاها، اصبري. انا جايباها عشان تنصفني. ادينا فرصتنا. ادينا فرصتنا. ماشي. الخيانه شيء مش مقبول طبعا. طبعا مش مقبول. برافو. ودي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش نسامح فيها يعني. صح. ما ينفعش نسامح فيها. صح. اهو ده. طب ايه رايك بقى في الخبر؟ طب انا سمعت. اهو انا مش معاهم على فكره. ما فيش مبرر للخيانه. يا ميرا انا برضه مفيش مبرر. انا معاكي على فكره. بجد؟ والله انا معاكي على فكره. انا مش انت معايا بجد؟ انا معاكي على فكره. لا ده انا هسالك في حاجه. احنا كان معانا خبر، الخبر بيقول ان في واحد مشي 450 كيلو. طب سالناه ايه اللي حصل؟ ده نزل على كوبري المواقع على فكره. ايه اللي حصل؟ ان هو مراته نكدت، رجع من الشغل، مراته نكدت عليه. الموضوع ده استمر اسبوع. فزهق، فتح الباب، نزل، مشي في الشارع. لا 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 الله. لا لا يريح شويه ويقعد ويكمل تاني، يريح شويه ويقعد. وصل لمطروح. واخده بالك؟ ايه رايك انت بقى في الموضوع ده؟ انتوا نكديين صح ولا مش صح؟ لا مستحيل، اكيد في سبب للنكد، اكيد برضو هتلاقي الراجل هو السبب. شايفه؟ هو اكيد عامل مشكله فالست نكدت عليه. مستحيل. هو مش مصدقني. احنا ملايكه، اوعى تقول كده. انتوا ايه؟ ملايكه. انتوا ملايكه؟ ايوه. تاني معلش؟ ايوه. طب انت بجد يا اميره بتشوفي في مبرر للخيانه للراجل ان هو يخون مراته؟ طبعا مفيش مبرر؟ مبرر. طبعا مفيش مبرر. مبرر. ده العذر، ده الشيء الوحيد اللي ما ينفعش نسامح فيه خالص. اي شيء ممكن نعفو ونصفح فيه الا ده. صح. ده مفيش. ما هو اختار بارادته يخون. اللي يخون مره بيخون الف مره بقى. ما جاتش على المره. عايز يعمل حاجه يعملها بالشرع، يتجوز تاني بشرع ربنا عليه. جميل. انت شكلك حابب تعصب. لا انت كده بس وهي تقبل. هتفتح تاني في خناقه ثانيه وهي تقبل كده. خناقه ثانيه. لا وهي تقبل. طيب انا بشوف. ما هو خان مره. هو دلوقتي خان مره تمام. وهي سامحته، هيخون تاني طبعا. وهي في طبعا ما بيغيروش. لا هي ما تسامحش في اول مره. تسامح ليه؟ مهما كان، مهما حتى لو بيته واسره واطفال، خانها يعني اقل من كرامتها، اقل منها هي ككونها ست. هي عمرها ما يبقى عندها ثقه في نفسها مره ثانيه. صح.
فليه تقبل على نفسها ده؟ طب حل النكد ايه؟ النكد؟ والله الحنيه. يعني انتوا والله بتكونوا السبب. الكلام انتوا الكلام الكويس ده حل النكد بصراحه. لما تتكلموا كل ما تجيبوا زعل. الكلمه الكويسه. احنا بنرجع من الشغل نلاقيكم بوزين. شغل مستحيل نكون مبوزين الا لو انتوا داخلين مكشمين، لكن لو دخلت بورده الموضوع هيخلص. طب انا داخل مكشم ان انا عندي شغل، عندي ظروف. هتخسر ايه لو جبت ورده ب 5 جنيه؟ 5 جنيه؟ انا كل يوم هقعد اجيب ورده؟ ب 5 جنيه هتخسر ايه؟ كل يوم اروح نفس الراجل واجيب ورده؟ ونفس الورده. ماشي ما عنديش. والموضوع هيبقى لذيذ وست مش هتنكد خالص. الكلام الحلو صدقني بيفرق. كلمتين حلوين تخش لا تسلم ايدك، الاكل حلو مش ناقص ملح النهارده، ناقص ملح هتنكد عليك اسبوع. لا الاكل حلو تسلم ايدك الكلام ده. متفق معاكي، انا طبعا متفقه معاكي من الاول لان احنا مع بعضين. انتوا يعني احنا متفقين اصلا، احنا ضد الرجاله الخاينه مش اي راجل، احنا بنتكلم على الراجل الخاين. طب تعالي مفيش بقى حاجه اسمها رجاله خاينه. هما في فرق ما بين رجاله واشباه الرجال. ايوه فما ينفعش اقول على الراجل خاين، الراجل ما بيخونش، الراجل بيصون. ده انا يعني بصراحه ما بيخشش في ذمتي انه ملوش امان طبعا. لا طبعا. بكرهه جدا. لو انت عايز ان انت في حاجه تاني خدها بشرع ربنا، ان انت ممكن تروح تجي والله مراتك الاولانيه دي قبلت قبلت، ما قبلتش خلاص يا سيدي بالمعروف بالظبط، محكمه الاسره تخلص المواضيع بس. هو انت في دماغك ايه برضو ان انا يعني هي ما نفعتش فناخد نتجوز تاني وتالت ورابع؟ لا هي هتعرف تعدل؟ وانا هروح اتجوز انا مش عارف اعدل؟ ما ناس كتير قوي بتعمل كده. لا طبعا لا بص طبعا. هو احنا عمرنا ما هنعترض على قوانين الدين يعني طبعا. بس احنا كنفوس احنا مش هنقبل ده، مش هنقدر. ما فيش حاجه اسمها ما غيرش عليك. لو انا ما غيرتش عليه يبقى انا كده بقى ايه ده؟ أيوة. فين الحب بقى؟ ما لا لا صعبه محكمه الاسره بقى. طب هنسمع ايه؟ قولي لي اول حاجه يلا. بقى نسمعها. انت جيت لي بقى في حتتي بقى. يلا يلا حتتي فاجئينا بقى. يلا يلا بينا. لما خايف اركب مواصله وما خايف امشي في الشارع لابسه ضيق لابسه واسع حاطة مكياج أو بدون، برضو بلقى شباب بتجرح جسمي من نظرة عيون. لما أرفض كام عريس يبقى فيا شيء غلط، وأما أمشي في حتة ضلمة يحدفوا طوب أو زلط، وأما يجي عريس عجبهم يبقى مضطرة أتكتم وأقبل إني أكون مهانة، وأما أنزل شغلي مثلا يبقى أتحمل إهانة، يبقى أتحمل تحرش بالكلام أو بالتلامس، وأما وافق على العريس يبقى أتحمل خيانة. المطلقة في بلدنا صعب نرملها السلام، إما أستحمل وأكمل إما أسمع عني كلمة أنتي واحدة مش تمام، وإن في يوم صوتي هيعلى أضرب وتقل قيمتي، وإني لازم أعيش في خانة إني خدامة وخلاص، وإني هقبل مد إيده ليا بعد خناق طويل، وإني لو رفضت قربه يبقى بمنح حق ديني، وإنه مسموح لي يهني، وإني لازم أقول له حاضر حتى لو على طول أزيني، وإني بعد خيانته ليا لازم اعمل له العشاء، لازم استنى رجوعه، لازم ابقى تحت رجله، لازم ابقى تحت طوعه، لازم ابقى في بيت وعيله ويدفن الحلم فيا، لازم ابقى معاه ضعيفه وابقى قايمه بدور ضحيه، لو يزعق تبقي هاديه، لو يهينك تبقي راضيه، اوعي صوتك يعلى ابدا هو راجل وانت ست، ست يعني تبقي مكسوره في عينيه، كل احلامها وحياتها عادي يدفنها بايديه، واما خلف منه مثلا يبقى أتحمل معاه، ابني يطلع عنده عقدة من الجواز ومن الحياة، ابني شاف أمه بتغسل من دموعها صحون لأكل، من دموعها هدوم أبوه، كل دي أهداف عادتنا عمري ما أقبلها لحياتي، عمري ما أقبل يوم إهانة، واللي هيفكر يهني يلا مع مليون سلامة، عمري ما أقبل أبقى مكسورة وحزينة، ست يعني حلم مع قوة وعزيمة، عمري ما أقبل حد يكسرني بإيديه، هبقى شاطرة وهبقى برضو مدير عليه، يلا نفسي يلا ذاتي، حلمي مشواري وحياتي والنجاح اللي بيسعى، واني ست اقدر اعافر، اقدر استحمل واسافر، اقدر انجح وابقى انجح، واقدر اني ادوس واعيش، عندي عزه نفس جدا، كبريائي اعظم ما فيا، عندي عند كبير في حلمي يومها سموني القويه، سطر حلمي مهما يكبر برضو لازم احط فاصله، كوني ست عمره ما يخليني اخاف اني يوم اركب مواصلة. برافو. الله برافو. حلو قوي حلو قوي. اميره انت دخلتي في القصايد والشعر من 14 سنه وانت كان عندك 14 سنه، هل انت فضلتي ان انت تكوني
السن ده لما انت وصلتي ليه وكنتي فاكره ان نجاحك هيوصل بالشكل ده، ولا انت كنتي من 14 سنه عندك الهاويه ان انت بتكتبي وانك بتقولي كلام وزي ما تيجي تيجي وربك هو اللي بييسرها؟ انت كان حلمك رايح فين؟ كنت انت لوحدك وماشيه، ولا انت كان هدفك على حاجه معينه؟ انا من زمان قوي طول عمري وانا في ابتدائي شايفه ان انا بحب الاضواء، عايزه ابقى مشهوره. طب عايزه ابقى مشهوره في حاجه صح مش حاجه غلط. واحده واحده لقيتني بحب الشعر. شويه انا عملت كل حاجه عشان اعرف اوصل انا فين. بغني، لعبت مزيكا، حاجات كتير عملتها وما لقيتش نفسي فيها، لحد ما لقيتني برجع برضو امسك الورقه والقلم واكتب. اللي خلاني ابدا بدري ان انا حلمي كبير قوي فمحتاج وقت كبير قوي، فلازم ابدا بدري عشان انا نفسي اوصل للحلم ده وانا مش عجوزه، عايزه اكون لسه شباب. فبدات بدري، انا نفسي اكون شاعره وطن عربي، اطلع الشعر النسائي في حته ثانيه ويبقى فيه بقى شاعرات وطن عربي بعملوا حطوا الشعر على الستيج. فانا عايزه اعمل ده، ده مش سهل، مش سهل ان انا اخلي الناس زي ما بتتاثر بالغنى وبيحسوا صوت الداخلي يتاثروا بالشعر. يعني انا بحاول اخليكي وانت مخنوقه تروحي تدوري على قصيده مش على غنى، دوري على ده وده بس روحي القصيده يمكن هنا تلاقي الصوت الداخلي اكتر. فبحس ان انا حلمي كبير قوي فمحتاج وقت طويل قوي، فبدات فيه من وانا عندي 14 سنه عشان لما اوصل 20 اكون عملت حاجه. وطبعا انا ما بحبش اقول النتائج، انا بعمل اللي عليا، النتائج دي بتاعت ربنا. هو انا كنت احلم ان انا فجاه اتشهر؟ لا، انا كنت فاكره ان لسه بدري، بس ربنا بيشوف اللي بيتعب بيديك كل حاجه واحده واحده، مش هتاخد كل حاجه مره واحده، بهدوء كده تاخد كل حاجه، بس وبشر الصابرين. فعشان كده بدات بدري قوي. وجربتي كذا حاجه عشان توصلي للحاجه اللي انت بتحبها؟ كتير بقى. في حاجه اتطلبت دايما بتطلب منك، مني اليكي. ايه بقى قصتها؟ مني اليكي دي قصيده اتكتبت كنت بوصف فيها شكل الخيانه، ان المره دي مش بنت بتكلم حبيبها ولا راجل بيكلم واحده ست، دي بنت بتكلم البنت اللي خانها معاها فبتنصحها بتقول لها تعملي ايه. يعني هو بيكلم اتنين في نفس الوقت؟ لا، هو كان مع بنوته وسابها وراح بقى فراح للثانيه، فانا بكلم الثانيه مش بكلمك انت. لا انت خلاص انت بره بقى، احنا لازم نسمعها. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا ده احنا جايه في بصي في موضوع الحلقه ايه جايه في موضوع وهي بتكلم الواحده الثانيه. سبحان الله. انت متوصيه بينا قوي النهارده يا اميره. والله انا جايه بحاجه في موضوع الحلقه. لا احنا نسمعها بقى. يلا يلا. المفتتح، خليني اقول لك شيء مهم. انا مش بلومك ولا نصي غرض وعتاب او فتح باب اتقفل. ما حصلش بينا كلام علشان اقوله لك فسردت لك النص ده دلوقتي مني اليكي، وبكل ذره شفقه بكتب لك الاتي. اللي انت حضنه في ايده دلوقتي من شهر كان بيقول لي يا حياتي، لهفة البدايات غمت عينيا بحب، والدور يا ست الحسن جه عليكي مني إليكي. هيقول لعينك شعر في قصايد، هيقول في ضحكك من الغزل أبيات، هيلقبك آية ملهاش بديل لو كل يوم زادوا الآيات، هيبصلك بعيون بريئة حزينة من الدنيا، هيقنعك في أقل من ثانية بنظرة عيونه إن الجميع زايفين، تركوه في طريقه عشان ضعيف غلبان، تركوه عشان إنسان بيحب من قلبه، وهيبكي قدامك فهتحضنيه بشفقه وبقلب ام انفطر لما رأت الدمع في عيون الضنا شلال. هتكوني صالحه اصيله بنت حلال، فهتمسكي ايده وتطمنيه بهدوء، هيحط ورده بكل رقه وذوق، وبعد فتره هتلقي كل الورد اتحول من ورده احمر لدم قلبك لما ضاق الشوك. في حكمه امي قالتها من فتره، اسال ما جرب يا ابني ولا تسال، واللي اتلدع الحب يفهم القرب لو كمل عدو، والقرب لو كمل حبيب، وحبيبك العاشق اصبح عدو ليا، حضنه اللي كان سكاكين بتقتلني يا هيقتلك يا هتقتله هي. هذا الضمير عائد على بنت بعديكي، منك اليها ومني انا ليكي، هيبص في عينيكي بلمعه كدابه ويحلفك بالحب ما تسيبي، هيلبسك خاتم مع سلسله فضه، هيطيرك سابع سما ويوقعك مفزوعه من الخضه. فطبيعي هتبصيلي باستنكار وهتساليني اخدتي حقك كيف،
خليني أسأل أنا وإجابتي في سؤالي، لو كلب هيعضنا هنرد له العضة؟ أنا خدت مصل مضاد وأديني أهو خفيت، رغم إنه كان بيقول لي استكفيت وزهدت كل الناس قصاد عينك وأديه في حضنك. بيطمنك بكلام هيقول لك أنتي علاجي من الإدمان، أدمنت ناس وسابوني في الرحلة، هتكوني لي نحلة قرصتها هتداوي وتموتي بعد ما يكتفي منك، هتبقي زي الباقي والله بنت في أوضتها بتبكي من القهرة، هتكوني لي سهرة هيتركك وينام بعد ما تخلص لهفة البدايات، هيسيب إيديك بكل ذوق وسكات ويطلع العيب اللي فيه فيكي مني إليكي، ياللي انتي حضنة أديها تتخاني، وبقولها ليكي بكل ذرة شفقة من تاني، والله هيسيبك هيكسرك بغياب، كان نص ذنبي عشان وجعت دياب، الباقي ذنبك لما صدقتيه، بشفق عليكي كمني شفت كابوس وانتي بغبائك روحتي حققتيه. اسكندرية بكل نواحيها تشهد على اللي كان ما بيننا زمان، مش كل شخص سكندري حيوان يكسر في قلب صبايا تطمنوا لعني، تشهد عليا لمستي لإيديه وقت ما زادت رعشتي وبخوف كان رده آسف، بعدي كان لظروف وظروفه كانت اللقاء بينكم، من فترة كنت معيطة وماشية وإيديا خبطت فيكي مش قصدة، أنا قلت أسفة بعدها عديت علشان دموعي ما تنكشفش لحد، في الوقت ده كان كل شيء انتهى، قفلنا باب اللقاء بالقفل والمفتاح، كان هو برضو مجهز الجوابات، حاجات كتيرة في إيده علشانك، قالك بإني كنت داء جواه وعلاجه كله هيبقى من طبك، قال لي خلاص ما بحبكيش علشان كان قال ساعتها بإنه بيحبك، نزل صورتكم وشفتها اتخضيت، عرفت إنك كنت نفس البنت، بصيت بفرحة وبعد لحظة حزنت وبقول في سري الدنيا دوارة، لو كنت مثلا وإحنا في الشارع ما مشيتش بعد الخبطة في إيديكي، لو كنت حتى توقعي المناديل أستنى لحظة واجيبها من على الأرض، كانت عيني جت في عينيكي ولاحظتي بإن عيني من البكاء بتموت، ساعتها كنت هتسألي مالك فهقول ساعتها القصة بالتفصيل، هتبكي برضو وأسلفك مناديل، ساعتها ممكن كنت هتحسي إن اللي جايلك مش جميل خالص وإن الوشوش في الدنيا خداعة، وهتبقي عارفة تردي وتقولي إن أنتي شفتي حقيقته من ساعة، لكن أكيد في شخص قبله كان معاكي اتجرح، كان زيه زي شاف صوركوا اتخض، الدنيا دايرة بنمشي أولها وديوننا لازم كلها تترد، هتعدي فترة وتمشي بتعياطي هتبقي رايحة للفراق والموت، في بنت تانية تعدي من جنبك هتخبطيها بغصب وتقفي تتأسفي، في المرة دي لازم تحكي وتقولي على كل جرح وكسر في عينيكي، ادي القصيدة وقصتي وياه والرحلة مني والوصول ليكي. برافو. اقول لك انا مبسوطه ازاي بيكي بجد، يا نهار ابيض. يعني اميره وقت كتير قوي بيجي مثلا زي ما انت بتقولي كده في القصيده بتاعتك، الراجل بيجي يخون بس لقيه مثلا المبرر بتاعه يقول لك ايه، اصل هي اللي ضحكت عليا، ده هي اللي كانت بتقول لي كلام حلو، ده هي مش عارف ايه. فانت بتشوفي الموضوع ده ازاي؟ بتسمعي قصص مثلا من صحابك من الناس اللي حواليكي عن الخيانه، بتبقى عامله ازاي القصص دي؟ طب بعدين يا نور هي مسكته بالشياكه قوي، يعني عارفه انت اللي هو حد بيقول حد اللي هو مسك واحد كده بالكلام، ايوه ده عرفوا قيمته بس بالكلام على كده وما حدش يمسك عليها كلمه، لا مفيش حد يمسك عليها، ما قلتش على حد حاجه خالص. هو انا شايفه مواضيع الخيانه دي بالذات بسبب ان الراجل والمراه الراجل والست نسي دورهم الاساسي، هم فاهمين العلاقات حرب، في فرق كبير قوي لو شلنا الرهبه، في حب، في فرق بين اني ابقى بستنى لك الغلطه عشان تعتذر او اني بسامحك في الغلطه عشان مش عايزك تقول انا اسف. هنا بقى بنبدا نخرج من دايره الحرب، مين هيطلع غلطان الاول، مين هيجي على التاني اسرع، مين هيحاول يبين نفسه ضحيه، لمين هيحب، وده بقى نادرا لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض ومتفاهمين. طب ليه؟ علشان الخلافات زادت، العقل بقى صغير قوي، لان نمسك لبعض على غلطه، فده بيخلي على فكره مش الرجاله بس اللي بتخون، رجاله بس، ده في الاف من الستات بيخونوا، وبتلاقي الراجل ما صح دلوقتي ما بيقولش كلام حلو، ما تقول انت، ما انت لما هتقولي هو هيقول بصي فما جزاء الاحسان الا الاحسان، انت هتيجي تقولي لي انت حلوه هقول لك انت احلى، طب انت ما قلتليش، نفضل بقى انا وانت مستنيه التاني يقول الاول، مفيش حد هيقول، لكن هنا بقى خطوه اللي يبدا، اللي يبدا هو الاذكى، زي بيقول لك اللي يبدا بالمسامحه الاول. ليه؟
علشان التاني مش هيجي يعتذر، فانت اشطر منه عشان انت هتروح تقول له انا اسف ما تزعلش. فالحب والعلاقات الزوجيه كده، المهم ان احنا نجدد البدايات. صح. طيب قبل ما تسمعينا اكسكلوسيف خارجي تسمعيها للناس، عايز اسالك على حاجه من مذاكرتي ليكي قبل ما تطلعي. شفت ما شاء الله نجاحك يعني على البيج على الفيسبوك، لقيتها 3 مليون ما شاء الله يعني ربنا يزيدك، وعلى اليوتيوب وعلى الكلام ده وعلى الانستجرام، لقيت ان انت كنت عامله روج حلو قوي. السؤال هنا، انت كنت متصوره كمان على السوشيال ميديا ان انت تكوني في الحته دي بالشكل ده والمتابعين دول؟ ما هو انا في الاول كنت بجتهد على الميديا، اصل الميديا هي حاليا اسرع منصه او اسهل منصه تخليك تقدم فنك. فالميديا كانت بالنسبه لي هي الوسيله، فكنت بتعب وبشتغل على الميديا، بعمل فيديوهات على الميديا، بطلع لايف بوري للناس اللي بيقدموا وهكذا. فكنت متوقعه النجاح ده على الميديا، يعني كنت حاسه. هو انا اليقين بقى في ربنا حلو قوي، انا كنت متيقنه ان ربنا هيخليني اعمل نجاح كبير قوي في وقت قصير جدا، فدي حاجه لوحدها حلوه جدا. والله ده من اكتر الحاجات اللي مفرحاني. بصي عايزين بقى نعرف ايه الاكسكلوسيف بقى اللي انت عاملاه. يا سلام يلا. يا لا لازم بقى، انا متشوقه. يلا بينا. دي ام بتوصي ابنها. أم بتوصي ابنها. تمام. أمي قالت لي في يوم، إياك تثبت في اللي بيفارق، لو كنت فارق صعب يدخل، وابعد عن اللي يبدلك بالغير علشان اناني وطبعه يتسلى، اهرب من اللي يقول في ظهرك سوء، وابعد عن اللي يكون صديق السوء، ركز مع اللي يقول لقلبك فوق، وبلاش تحب في خلق بتضلك، لو كنت عاوز تلقى صاحب جدع حب اللي يبقى في ازمتك ضلك، ما تقولش سرك للقريب علشان هيجيك في وقت الحوجة ويزلك، وإن كنت خايف من الفراق ما تروحش، وإن كان لابد تروح خلي الدليل عقلك، وبلاش تبص بعشم علشان ما تتخضش، وإياك تضحي عشان قلبك ما يتصدش، اللي يحبك في يوم حبه على عيب، الراجل اللي بجد ما يضرهوش جيبه، واللي تلاقيه بيعتذر ويكرر الغلطة إياك تسامح لو غلط تاني، وإن زاد أذاهم امشي ما تفكرش، إياك في يوم يا ابني تكون جاني، ابعد عن الكذاب الودني الغشاش، لو كان بيكذب يبقى هيخونك، وإن كان مسلم ودنه للمخاليق عمره ما هيصونك، واللي يغش الناس يعرف يعيش دونك، إياك تشارك حد أحلامك، يا هيحسدوك يا هيسرقوا فكرك، واللي يهزر وسط قعدة كتير روح قول له مالك علشان ده بيداري، واللي يبيعك مرة ويعود لك إياك تسامح أو تعود شاري، الدنيا زي الحرب خد بالك، يا هتنتصر فيها يا هتبكي على حالك، وإن يوم ما فزتش حارب الإحباط، طول ما أنت عايش يبقى هتحاول، إياك تسيب الحزن يهتم فيك، إياك تسيب اللي بيلجأ ليك، إياك تسيب الحب يلعب بيك، وسع عشان الحلم هيكفيك. حلو قوي. سيب لينا ده. حلو قوي يا نور بصراحة. لا جميل. أميرة بصراحة أنا بشكرك جدا 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 إنك نورتينا، وأنا بصراحة أنا ونور يعني لسه عندنا طول بال ان احنا نقعد معاكي اكتر من كده، ومش بعناش وعايزين والله نقعد حلقات تانية كتير يعني، بس الايام جايه كتير ان شاء الله. بشكرك جدا جدا ونورتينا في خطوه عزيزه على قناه المحور، وان شاء الله يتجدد بينا اللقاء في يعني لقاءات تانية باذن الله. يا رب. بشكرك جدا. بعد الفاصل استنونا، لسه مكملين معاكم فقراتنا من خطوه عزيزه، معانا فكرة مهمة جدا جدا، وحد بقى من الرجالة بقى يقف جنبي بقى عشان نور وأميرة يعني مش سايبيني خالص يعني، معايا ماضو، يلا تعالوا نروح نشوف بعد الفاصل ماضو هيعمل ايه معايا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم فقراتنا من خطوه عزيزه على المحور. ومعانا النهارده مطرب من المطربين اللي بصراحه كنت لسه بتكلم مع نور قبل الحلقه وبقول لها من الزملكاويه الشداد قوي اللي بيقوم ويقع زي ما هو. عمل تاريخ لنفسه كويس قوي من الغن من الطرب لايف، ما فيش حاجه بقى من اللي بتزود ولا بتنقص ولا الكلام ده خالص. الزملكاوي واللي بيغني وصوته وحش الناس وطلته النهارده اكسكلوسيف لينا انه بقاله فتره كبيره جدا بعد ما اعتزل الغنى راجع تاني يغني بالجيتار للزمالك. ماضي مساء الخير يا ماضي. مساء الفل حبيبي، ازيك يا الحمد لله زي الفل. نورنا يا ماضي النهارده. ده نورك والله. الزملكاوي الاصيل. ايوه اللي جاي يدعم عامر. انا زعلانه، انا زعلانه عشان انتوا بتتفقوا عليا. لا لا لا. طب انت بتدعم عامر في الزمالك، انا ما عنديش اي مشكله، تمام. بتدعمه بقى في موضوع ان الراجل يخون الست لو قرفته وزهقته وزعلته وشايف ان لا انا عايز اروح يعني. انا عايز اروح سليم ده. المدام بتتفرج في البيت. ايوه هنعقل الاجابات كده مع بعض. لا انا عايز اروح بصراحه. لا قولي قولي جاوب بصراحة. لا طبعا يعني مش مبرر يعني يا عامر. ايه الكلام ده؟ لا ده عامر مش كده خالص. عامر مش كده خالص. انا يعني عشان كده دايما بقول لها مفيش الكلام ده، من يعني الرجاله الخاينه دي ما بنعترفش بيها اصلا. مالهاش مبرر. مالهاش مبرر. لا اصلي هو الخيانه معلش يعني مش حل يعني. انا شايف ان الخيانه دي هي خلاص لما الموضوع بينتهي بقى وبيوصل خلاص روح للسكه دي، لكن مش مبرر. ما هو يعني مش ده الحل، مش ده الاسلوب في الحياه. طب ايه ده انت ضايقتيني في الاكل النهارده، طب انا خارج اخون يعني ايه؟ لا طبعا. لا طبعا في، بس في رجاله برضو يعني اللي هي ايه، انا نفسي اخون بس ما نضفتش البيت اروح اخون بقى. كده يعني. ايوه انا مستني على اي حاجه. أيوة. لا يعني مش حل طبعا خالص، بالعكس يعني انا شايف ان الحلول لما بتبقى بالقرب اكتر اللي هو يعني بيبقى الموضوع افضل ونوصل لحل وسط يعني. يرضيكي ويرضيني ده شيء بيكون كويس احسن من ان احنا نختلف يعني. يعني الخناق والمشاكل والحاجات دي بتبقى حاجه صحيه احسن بكتير من ان لا انا هكتم في نفسي وهي تكتم في نفسها وكل واحد بقى يشوف. ومفيش على فكره ومفيش طريق بيمشي مستقيم، لازم يكون في مطب في النص يفوق بالظبط العشره وتلاقي الحب بيغطي شويه عن الكلام، بتلاقي في حاجات بتحل مرار الايام. بتحل مرار الايام. بتعلمنا نسامح وتنسينا تمام. لا يعني هو الموضوع انا شايف ان هو بيبقى ايه يعني بالحب كده. طب انت شايف بجد ايه اللي يخلي الراجل يخون مراته مثلا؟ غير بقى احنا بنقول لو عرفته مش الحاجات اللي احنا بنهزر فيها، بس الحقيقي بقى ليه ممكن الراجل اصلا يخون؟ عشان بيسامح ونسينا امبارح. عشان ايه؟ لا ثاني بقى. لا ثاني معلش، بيسامح. بيسامح ونسينا امبارح. بيسامح ونسينا امبارح تمام. حلو قوي. لا هو يعني انا شايف الخيانه دي بتحصل في اللي هو في ليفل الوحش في العلاقه، اللي هو خلاص احنا كل حاجه، كل الحلول فشلت، كل الكلام فشل، الذوق فشل وقله الذوق فشلت، فخلاص بقى مفيش هداوه مفيش فايده. بالظبط. فبيبقى خلاص بقى حد طفش يعني. لكن مش شايف ان ده مبرر، ومش شايف ان ده يعني حاجه مش اوبشن يعني، مش حل يعني. صح. طب نخش بقى في الرياضه. نروح بقى للزمالك بقى. سمعني بقى حاجه للزمالك عشان اللي جاي الناس قاعدين مستنيين اتكلم على الزمالك. يلا تسمعنا حاجه عن الزمالك يا موضوع. حاجه بقى بمناسبه اللي شغال الفتره الاخيره. يلا بينا. شفت المؤامره دي؟ عشان مؤامره. عشان انا اهلاويه. حتى دي شفت دي مؤامره رسميه. معلش يلا 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 بينا. حاجة بقى اهداء لجمهور الزمالك المحترم يعني. يمكن مفيش نصيب وضاع منه بطولات، بس معاه اللي جاي احسن من اللي فات. سنظل اوفياء كان معنى الانتماء، مش بس لما بيكسب نتنطط في الاستاد. مش قصة كام بطولة، ده عشق من الطفولة وحبه جوه في قلبي وبذكريات محفورة. وشوفنا معاه كتير وحبه حاجة غير، وعشانه مكملين ده احنا التالتة يمين.
النادي الملكي اسمه فخر ليا، حبي للزمالك حاجة مش عادية. هو النادي الملكي اسمه فخر ليا، حبي للزمالك حاجة مش عادية. بيجمعنا الكيان مش فارق أي حاجة ولا فارق اسمه لون، ده الزمالك يا سادة جنبه في كل زمان. مهما يروح أي مكان وياه هفضل أشجع، كسبان أو خسران. هو النادي الملكي اسمه فخر ليا، حبي للزمالك حاجة مش عادية. هو النادي الملكي اسمه فخر ليا، حبي للزمالك حاجة مش عادية. قلبي الله. ايوه هو ده الزمالك. عايزين نتكلم بقى شويه عن الزمالك بقى، بما اننا يعني اتكلمنا عن الخيانه. قول لي كده اخر ماتش اتفرجت عليه فين؟ اخر ماتش اتفرجت عليه في بيتي. في البيت؟ طب حالتك بتبقى عامله ايه في البيت؟ هل مثلا لا انا محدش يقعد معايا في البيت عشان انا بتعصب وبكسر، ولا عادي ممكن اقعد واهلي قاعدين حواليا؟ لا انا عندي البيت كله. الطقوس بتاعتك عامله ازاي؟ البيت كله زملكاوي مبدئيا. البيت يعني زملكاوي. حلو جدا مع بعضين. مراتي زملكاويه. بختك. الحمد لله. من بيت اهلاوي يعني. والله يعني حماية اهلاوي اهلاوي يعني. لا انا كفايه نقول اهلاوي. ما تفرجوش مع بعض. مراتي زملكاويه. في الاهلي وفي الخيانة. بس طبعا من وانا صغير يعني، انا والدي زملكاوي واخويا الله يرحمه زملكاوي ومعظم قرايبي زملكاويه. فلا انا الزمالك، غير ان انا من وانا صغير كنت بلعب في ناشئين الزمالك قبل الغنى وقبل المزيكا وقبل الكلام ده كله. فلا الزمالك ده في اي ماتش او كده، لا في الوقت بتاعه ده وقت مقدس يعني، اللي هو زيه زي الشغل يعني. طب مولو شايف ان ماتش افريقيا بغض النظر عن التحكيم والفار والقصص اللي حصلت، شايف ان احنا كنا المفروض يعني على الاقل كره بن شرقي دي في الاخير يعني، انا شايف ان هي ضربه جزاء. شفناها امبارح في ماتش اليوفنتوس نفس الكوره بالظبط، ضربه جزاء نفس الكوره دي بالظبط في نهائي كاس 2016 شيكابالا وسعد سمير ضربه جزاء. فهي كوره ضربه جزاء ما فيهاش، هيقول لك بقى مسك ايده مش مسك ايده، لا هو الموضوع لما تتشاف من الزاويه اللي ورا الجون هي ضربه جزاء ما فيهاش كلام. طب في سبب ان هو ما رجعش للفار؟ في اسباب ان هو ما رجعش للفار، ان احنا الشهرين اللي فاتوا قبل الماتش احنا في كماشه يعني. انا سميتها كماشه. انت معلش انت بتلعب نهائي افريقيا ورئيس النادي عنده جلسه قبلها بكام يوم علشان بس يبقى كل اللعيبه حاسه بيه بالظبط. بتلعب ماتش الكاس وانت المجلس بتاعك اتشال، وفي نفس الوقت كل القنوات بتتكلم في اتجاه معين ضد الزمالك، وقناه الزمالك نفسها البرنامج الرئيسي بتاعك بيتوقف قبل النهائي في مش عارف 10 ايام ولا قد ايه. فالموضوع كان من كل اتجاهات، اللعيبه كلها يعني نعرف كذا لعيب بيطلع عليهم كلام مش مظبوط، لا فلان مشي من الزمالك فلان برضه بتتكلم عن موضوع بقلب وحزن واسى. فانا هنطلع شويه من الكلام ده ونغني بقى، نسمع حاجه مهرجانات. بتحب تغني مهرجانات ولا لا؟ لا خالص، ما مالكش في المهرجانات خالص. لا لا. طب ايه اخر حاجه سمعت مثلا؟ اخر حاجه، اخر اغنيه كده كان فيها يعني ايه، مش هاديه، كان فيها كده حبه طاقه؟ لا يعني هو الفتره اللي فاتت انا بقيت في موضوع الاغاني يعني، بسمع طبعا اغاني كتير بس ما بقتش يعني. طب بتحب تدندن ايه كده في البيت مثلا وانت قاعد، لو انت زهقان مثلا؟ سمعنا كده اي حاجه. زمالك بس. طب سمعنا حاجه عن الزمالك. يلا. يعني انت زعلان بتغني للزمالك، وانت طبعا فرحان تغني للزمالك. طبعا. طب سمعني بقى يعني، وانت زعلان بتغني ايه للزمالك؟ وانا زعلان بغني ايه للزمالك؟ هو اللي في اكتر من حاجه، ان هو غنى لك زنازل اوفياء. مفيش اكتر من كده. يعني اسمعك حاجه كانت كتبتها في ماتش خسرنا فيه يعني من 2015. ده ماتش مين؟ ماتش النجم اللي هو بتاع الذهاب. دي روحت، كنت الماتش ده بشوفه في مع ناس يعني اصحابي في مكان، روحت البيت كتبت الاغنيه دي ونزلتها على طول. على طول؟ دي جايه. ايوه لما كنت لابس التيشيرت بتاع الزمالك. ايوه. يلا بالظبط. يلا يلا بينا نسمع الاغنيه.
وعلى فكره ساعه ماتش نهائي افريقيا اول ما الماتش خلص رحت مشغال على ما فكرتش يعني اللي هو راجعين بقوه لا تقلق. مش بنشجع علشان كسبان، ده وطن جوانا في كل مكان. ايوه انا بشجع النادي الملكي وهفضل جنبه لاخر عمري. مش بنشجع علشان كسبان، ده وطن جوانا في كل مكان. ايوه انا بشجع النادي الملكي وهفضل جنبه لاخر عمري. هتقول بواب وتقول زنطور، اصلك جاهل معذور، مش فاهم معنى الانتماء. كنا وسنظل اوفياء، كنا وسنظل اوفياء، كنا وسنظل اوفياء. معها زمان وفضلنا بنهتف في الاستاد زمالك، ولما وقفنا على رجلين صابتنا حاجات وحاجات. يا ما عشنا معها زمان وفضلنا جنبه في الاستاد، ولما وقفنا على رجلينا صابتنا حاجات وحاجات. بنشجع علشان كسبان، ده وطن جوانا في كل مكان. ايوه انا بشجع النادي الملكي وهفضل جنبه لاخر عمري. الله، برافو يا مادو حبيبي. مادو طيب لو عايز اسالك سؤال بس ركز فيه عشان انا عارف ان في كتير جدا من جماهير الزمالك بتتابعك، وانا عارف ان هي بتحبك من ساعه ما انت تخصصت ان انت تغني للزمالك. لو قلت لك 11 لاعب تحطهم لي مع 11 لاعب في تاريخ نادي الزمالك، 11 لاعب تحطهم لي مع مدير فني من اعظم مدير فنيين اللي مسكوا نادي الزمالك، تحط مين مدير فني ومين 11 لاعب؟ مدير فني يبقى كابرال على طول. يعني كابرال كان اكتر واحد في الفتره الاولى بتاعته، كان عامل تيم محترم وكان معاه طبعا جيل عظيم، يعني جيل كان كله اسماء. بس الزمالك يعني اعظم من ان هو يتمثل في 11 لاعب بس. بس انا هقول لك يعني ايه اللي هو الفتره الاخيره، مثلا نقول اخر 20 سنه بس بالظبط. طبعا جون عبد الواحد السيد زمان كان جون عظيم يعني. الونش من احسن الناس اللي ظهروا اخر 20 سنه. ممكن يتحط جنبه وائل الاباني. باك يمين طبعا احمد صالح. شمال طارق السيد. اوكي. في النص طبعا افضل لاعب في وسط في اخر 20 سنه طارق باشا حامد. ممكن فرجاني ساسي. اوكي. حازم امام. حازم امام. شيكابالا طبعا. اوكي. احنا كده ناقص اثنين. ناقص اثنين. ممكن نحط 10
هو دلوقتي الدنيا تايهه شويه. وليد عبد اللطيف بس والله وليد عبد اللطيف مثلا عايزين رقم 10. وليد عبد اللطيف طبعا كان تقيل، بس يعني في ناس برضو كتير كانوا موجودين، بس يعني هو يمشي، هو وليد عبد اللطيف، اوباما، اوكي، راس حربه، يعني عبد الحليم علي. اكيد طبعا بجد يعني. انت نورتنا النهارده يا مادو، والوقت معاك فعلا عدى بسرعه، واستمتعنا جدا بالاغاني بتاعتك، وان شاء الله تنورنا تاني. ان شاء الله احسن اكيد لازم تنورنا تاني. احسن ختام، نورتنا النهارده جدا. ميرسي ليكي ومبروك البرنامج، وان شاء الله دايما بالتوفيق حبيبي. بالرغم ان احنا خدنا الكاس وافريقيا، بس انت ضيفنا برضو على راسنا من فوق. نورتنا عشان انت ما غنيتش للاهلي. خدتهم ازاي؟ حلوه دي، خدتهم ازاي؟ لا ده ماشي. مشاهدينا الكرام، هنطلع دلوقتي الفاصل سريع، ونروح بقى لاكلة سمك، ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم فقراتنا من خطوه عزيزه على المحور. لا، في كلام كبير، في كلام كبير، والشيف احمد عبد المنعم مطعم اكله سمك النهارده لا عامل شغل حلو قوي. يعني انا مقعدني قدام السمك والجمبري الجامبو وحركات كده، مش هسيبه تقريبا. انا راح معاه التجمع تقريبا على المحل. الشيف احمد منورني تحت امرك، وكمل كلامك بقى مع نور، عشان انا شايفه ان الحاجه كلها ناحيتك، وانت قاعد يعني هو الراجل بيظبط القعده. انا عارفه طبعا، جيم وبتاع. شوف احمد، عايز ابتدي معاك، الموضوع ابتدى ازاي؟ الموضوع ابتدى ان احنا رئيس مجلس الاداره الحجاني عبد التواب اساسا سماك وبيطمن على كل حاجه بنفسه، حتى هو دلوقتي كان نفسه يجي معانا. اللي منعه يجي انه بيستلم السمك بنفسه. يعني احنا عندنا انا ونور رايحين، بس دي حاجه كويسه. يعني هو اللي بيشرف على كل حاجه. طبعا ده طبعا حلو جدا طبعا. يعني احنا عندنا انواع سمك بتيجي من السويس، وانواع سمك بتيجي من اسكندريه، وانواع سمك بتيجي من بورسعيد. كويس. بالنسبه للسمك اللي هو اللي روحه خفيفه بيجي من اسكندريه، مثلا البربون، مياس، بورسعيد، اروس، دينيس. بص يا شيف احمد، يعني حلو قوي الكلام ده، واحنا كده احنا جعانين، ما احنا ما كناش برضو، فعايزين ايه نعمل حاجه كده ايه على الهواء. واحنا اللي احنا عاملينه الاول ولا قول لنا اللي انت عامله الاول. احنا مميزين بحاجات كتير قوي في المطعم. اول حاجه السمكيه اللي هي صوص ابيض. تمام. الطاجن اللي هو صوص ابيض دي فيها البطاطس بقى والحركات. ايوه، البطاطس والشبت والبقدونس. ايوه كده، دي مش حضرتك. وبعدين احنا بنحشيه جمبري. احنا بنحشيه جمبري. يا سلام. بنحشيه جمبري مش يا سيدي. عشان يبقى الاثنين وضوء مبادر. شوكه معايا النهارده. بس خلي شوكه قد كده. ايوه بس خلي شوكه والله قد كده. طبعا. وده جمبري بتر فلاي مشهورين في المطعم عندنا. وده رز سي فود بالسبيط والجمبري. الله. وده رز بالجمبري بس يا عيني بالخلطه. خدت بال حضرتك. وده بوري زيت وليمون. حلو جدا. ونخش طبعا على السلطات الاول. ماشي. دي سلطه رنجه بالطحينه. خرابي. في ناس بقى بتفضلها من غير طحينه خالص. بشرايح البصل كده بزيت الزيتون. دي اللي هي الرنجه. رنجه طبعا. هنذوق بقى نشوف الموضوع رايح فين. وده بقى بغنوج. ده سلمون. حلو. زيت وليمون بيعملوا بالزيت ده ساعات. غرابه يا نور على طبعا. انا جايه لك على فكره. انا جايه ده في موضوع هنا كبير. تعالى بس انا عايز اعرف عايز اعرف ايه اللي بيميز المطعم بتاعكم اصلا. يعني انا شايفه في حلويات تقريبا انتوا بتقدموها بقى للناس بعد الاكل. بنقدمها كومبلومو بعد العميل يخلص اكل. دي بتنزل كومبلومو الحاجه صاحب المحل الحاجه هنا عبد التواب. تمام. وده جمبري بتر فلاي. تمام. احنا مميزين بالصوص بتاعه. الصوص بتاعه انتوا مقشرينه؟ لا، ده هو حضرتك. اصل انا شايف حاجات متقشره. دي اول واحده. ده السلمون. ده السلمون. حلو ده. انت بص، انت ما بتتكلمش، انت عمال تاكل. لا مش هتكلم. انا واخده بالي. اتكلم ايه وهو عمال يوصف لي؟ انا واخده بالي. ما فيش طبق الحمد لله فاضي. ده فيليه وقار. ده بقى فهمني بقى، انت بتعمله شيش كده ازاي بقى؟ شيش. ده انا اول مره اشوفها ده. السمك بيتبل. تمام. السمك بيتبل. وفلفل الوان. بس شكرا على كده. بس بنسيبه شويه في التتبيله. طب احنا عايزين بقى نشوف حاجه كده على اعمل لنا بقى حاجه كده وانت نعمل حاجه بقى كده بقى. يلا بينا السريع كده.
عايز اقول لك الرنجة ايه؟ نروح بقى ناكل؟ اه. قول لنا بقى بتعمل ايه كده وانت شغال؟ هنعمل مكرونة ابيض ان شاء الله. تمام. وايت صوص. تقطع الفلفل بقى وتقول الشطة. ايوه. ده بقى مش كتير عشان ما يغطيش على طعم السمك. طب وده ده شوف يا احمد ده سلمون. ده سلمون. سلمون بالزبده. بالزبده. ايوه. عشان بقى الناس اللي هي عامله دايت والكلام ده الناس اللي حالاتي. تمام. دي حالاتك؟ اه. انت قاعد مش صحيح عمال تاكل. دي حالاتك ايه؟ مش دايت خالص. ده بالزبده. انا عايزك تقول ايه يا رامي؟ اللي بيرشحه من غير زبده ده اللي عامل دايت. اوكي. اه انما زبده عادي. حلو. طب مش عايزني اساعدك في حاجه من الحاجات الحلوه دي؟ قلت له بقى الاطباق البلاستيك والكلام ده. في باستا وفي حاجات دي هنعمل بيها ايه بقى؟ مكرونه ان شاء الله. دي هنعملها؟ اه هنعمل مكرونه. انا ماليش علاقه، انا هخش هنا اشوف الدنيا وإيه؟ هنا انا مايل، انا خلصت شغلي. انا تمام قوي كده. والنبي لو في عندك بس كده، انا شايف في حته كنافه مما انت واخداها. انا على انا قصده مش واخدها كده، انا قصده ان انا اخدها. فيا ريت لو الكنافه دي دي بسبوسه صح؟ لا الكنافه بعد الاكل ان شاء الله. لا الكنافه بعد الاكل. شوف حتى ما حدش ياكل الكنافه دلوقتي. بقول لك ايه، الطاجن ده تربو تربو ده هيك. ده جمبري وسبيت وحركات وبتاع. طب شوف احمد، يعني احنا كنا النهارده بنتكلم عن الخيانه والرجاله والستات. عايزك بقى ايه؟ رجاله وستات ايه؟ عايزك تقول لي حاجه. قول لي ده. ده صوص بتر فلاي. ده ايه بقى؟ بيتعمل بالزبده والثوم. ده بقى بيعمل ايه بقى؟ ده بيتعمل بقى بايه؟ هو ده الطعم كله. لا انا مش هو بيتعمل بايه؟ بتشوي بالزبدة عادي. وبالشبت طبعا. تمام. ده انتوا بتحطوه على الجمبري بتر فلاي. البتر فلاي بس. البتر فلاي بس. البتر فلاي بس. تمام. مكونات اللي انت عملته ده ايه بقى؟ زبده نيوزيلندي. اه. طبيعي. تمام. هوت صوص، ثوم، فلفل ابيض. حلو قوي. في ناس بقى بتفضل تحط عليه ليمون وناس لا. ده بيبقى على الجمبري البتر فلاي. اه الجمبري البتر فلاي فقط لا غير. حلو قوي. في ناس طعم. في ناس بتطلبه مع المقلي برضه. ندوقه. طب احنا دلوقتي بقى بنعمل ايه؟ بنجهز لايه دلوقتي؟ ندوق مكرونه سي فود. شوف القصه دي اخبارها ايه؟ بصل وفلفل وزبده. تمام. طب انت بتشوف مين اللي بيطبخ احسن يا شيف احمد يعني؟ من ايه؟ الراجل ولا الست؟ لا الست طبعا. الست. يا سلام. الست طبعا. يا سلام. ما هي شغلتها الاساسيه. طب ايه اكتر الحاجات اللي بتطلب منكم في المطعم؟ يعني انتوا مثلا احنا مميزين بالمكرونه الوايت صوص. الوايت صوص. اه اللي هي بالجمبري زي ما حضرتك شايفها كده. حلو. عايز اقول لك ان التتبيله دي اللي انت حملتها على البتر فلاي دي تحفه. انت قاعد عمال تاكل تاكل. يا هعمل ايه؟ طب متوصي بيا. متوصي بيا انا ماليش علاقه باي. انا خلصت شغلي. انا قلت للشيف احمد انا مطعم اكل السمك ده انا هاجي لك نتكلم. الكلام هنا خلص. بذمتك انت رايح عشان تتكلم ولا عشان تاكل؟ الكلام بذمتك. الكلام هنا خلص. هو جه لنا بس. الله. اليوم وزين بقى طبعا. طب بصي بقى دوقني حاجه انت لازم تدوقيها. ده طاجن اللبن بتاعنا. الله. ده جمبري وايت صوص. ايوه جمبري وسبيط وبيض سبيط. بالظبط. طب انتوا فروعكم فين يا شيف احمد؟ التجمع الخامس. التجمع الخامس. اه مول زازبوط. بالظبط. وش الجامعه الامريكيه بابا 4 وكارفور العبور. تمام. في السور من بره. في سوق الايه؟ من بر. السور. السور. اه السور من بره. تمام. تمام. انا هجيب هشام بقى واجيب رؤيده فاهم يا باشا. انت تيجي في اي وقت. انا من كتر حلاوته قلته بقشره. حلو قوي. عايزين اه نعمل اسرع عشان ايه؟ نوري برضو المشاهدين. وقول بقى انت عملت ايه بقى كده للناس؟ قول وانت بتشرب. اهم حاجه الزبده تكون نيوزيلندي. نيوزيلندي. اه وتوم. تمام. فلفل فريش. حلو قوي. متقطع اي تقطيع مش هتفرق. ماشي. ده عشان الطعم بس. ونحط معاه السبيط والجمبري بالمنظر ده. تمام. حلو قوي. لما يديني اللون البرتقالي الجمبري يبقى كل استوى. تمام. حلو. خدت من حضرتك؟ حلو جدا. نملح واحنا شغالين كده. شويه ملح. سلام. ليك انت قاعده هناك. حلو قوي. لا انا قدامي الطاجن قاعده فيه. فلفل ابيض. ليكي. ليكي. ابيض. عشان الناس برضو تكتب الوصفه ورانا. اه طبعا. تمام. يبقى جمبري وصبيط
زبده نيوزيلندي، اعملوا حركات، فلفل الوان، ملح، فلفل ابيض، فلفل ابيض وملح وجنزبيل، وجنزبيل تمام، كريمه لباني، كريمه لباني حلو. هي كده يعتبر ان هي يعني جهزت يعني. جهزت. نستنى شويه لحد ما تغلي. تمام تسبك مع بعضيها. ما كملتلكش بقى موضوع الفيليه ده. كمل لي. في ناس بتفضلوا مشوي سليم كده. احنا بنحط معاه الفلفل ده. تمام. ممكن واحد يعمله ساندوتش. حلو جدا. ممكن على الرز. يعني كده مثلا. دول كده حضرتك. سلام. عامل زي الكباب. واضح كده ان عامر يعني خلاص هو مش عايز يتكلم في الفقره وقاعد عمال ياكل، فهنروح بقى عشان لا ده انا رايح له التجمع. بشكرك جدا. انا بشكرك جدا شيف احمد عبد المنعم، وبجد احنا متشكرين جدا على الاكل الجميل ده وطعمه تحفه، والناس اكيد كتبت ورانا برضو الوصفه. مطعم المكرونه احنا خلاص احنا كده يعتبر ان هي جاهزه، هنكملها بقى عشان احنا هناكلها. انت شايف انت شايف عامر عامل ازاي؟ مش هينفع. مش انت كده هتخلينا نروح الجيم. نورتونا النهارده مطعم اكله سمك كان معانا النهارده. تحت امر. مشاهدينا الكرام انا بجد استمتعنا جدا بالحلقه دي، يا رب انتوا كمان تكونوا استمتعتوا معانا. جدا. هنطلع دلوقتي ونودعكم بقى ونستقبل بعض ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده وخطوه عزيزه. خطوه عزيزه. We'll be right back.